اليوم راح ناخذ وياكم حرف الميم بوسط الكلمة أو بداية الكلمة ووسط الكلمة وبنهاية الكلمة وحرف الميم بالحركات. راح نشرح إن شاء الله بشكل مبسط واضح للمبتدئين والأطفال. حرف الميم بأول كلمة هذا شكله، حرف الميم هذا شكله. اسم الحرف ميم، اسم الحرف ميم، بس باللفظ بأول كلمة ما ما، وهذا حرف القاف وهذا الأص، ما قا أص، مقص، ما ك مك، أو ما أك مك، تأب مكتب، ما لا أك ملاك. حرف الميم أول كلمة اللفظة ما، مثلا ما سبح مسبح. وبسط الكلمة هذا شكل حرف الميم بسط الكلمة، وهذا هذه الكلمات بها حرف الميم وبسط الكلمة، هذا حرف القاف هذا الميم وهذا الأر، بهذا الشكل نكتب حرف الميم وبسط الكلمة. ق أم قم، أر قمر، ت أم تم، أر تمر، ل إي لي أم لي مو أن، لي مو أن ليمون، س ما ك س ما ك، ر أم رم، و آ رما أن رمان، هذا حرف الميم وبسط الكلمة وهذا بأول كلمة. أما بنهاية الكلمة هذا شكله، أم معلم، قسم قلم حلم، دم قدم كلام هدم، بهذا الشكل. أما بالحركات حرف الميم، حرف الميم بالحركات، هذه الفتحة هذه الضمة وهذه الكسرة، هذه حركة الفتحة فوق الحرف الصير، هذه الحركة يسمونها حركة الضمة فوق الحرف الصير، وهذه حركة الكسرة تحت الحرف الصير، هذه الفتحة فيصير ما ما مدرسة، ما مسجد مسجد، شمس ما شما ما هش اللفظ ما، إذا بالفتحة، إذا بالضمة مو مو، مدرس مدرس، مصحف مذيع. أما بوسط بالعفو بالكسرة، حرف الميم بالكسرة مي، اللفظ مي، مظلة مظلة، مي مفتاح مفتاح، إي بالكسرة هذه ميناء ميناء، هذا حرف الميم. كتبوا لي كلمات بها حرف الميم بالتعليقات.